صباح الخير طلابنا الأعزاء، نحن نكمل سلسلة محاضراتنا بالشابتر الثاني موضوع الفورير أناليسز. إن شاء الله اليوم راح نأخذ البروبرتيز أو الفورير ترانسفورم. ذيك المحاضرة اللي قبلها أخذنا الفورير ترانسفورم، اليوم راح نأخذ مجموعة من خواص الفورير ترانسفورم. شنو هي هاي الخواص؟ قبل ما نبدأ بيها نراجع الفورير ترانسفورم شنو هو. قلنا الفورير ترانسفورم هو يستعمل لتحويل الدوال الغير دورية non periodic functions أو non periodic signals من ال time domain إلى ال frequency domain مباشرة. يعني يحول لي الإشارات من ال time domain إلى ال frequency domain. عفوا، تستخدم المعادلة الشهيرة مال الفورير ترانسفورم هذه، حكينا عليها. قلنا الفورير ترانسفورم لأي دالة x of omega، قلنا نكتبها بالx capital of omega على اعتبار ده أحول للفريكونسي، هي f في فورير للx of t تكامل من minus infinity إلى infinity x of t. الإشارة هذه المعطاة المراد تحويلها من التايم إلى الفريكونسي مضروبة في e اس minus j omega t dt. وايضا اخذنا المعادله هاي الاخرى اللي هي للتحويل من الفريكوانسي دومين الى التايم دومين، قلنا هاي سميناها انفرس فورير ترانسفورم، نرمز لها بهذا الرمز اف انفرس. هنا نشوف اكس اوف تي لما اريد ارجعها اقول هي 1 على 2 باي تكامل من ماينس انفينيتي الى انفينيتي الاكس اوف اوميجا اي اس ماينس جي اوميجا تي دي اوميجا. وسمينا هذين المعادلتين سميناهن الفورير ترانسفورم بير، سميناهن الفورير ترانسفورم بير. الان واخذنا حلينا مثال دالة المربعة وشفنا شلون تطلع لنا. الان راح ناخذ البروبرتيز اوف الفورير ترانسفورم، خواص الفورير ترانسفورم شنو هي يا اخوان. خواص الفورير ترانسفورم اللي يسال هي بالحقيقه مو خواص، خلينا نقول شلون مميزات فد سيستم او فد شيء، لا، هي الخواص الفورير ترانسفورم هي فد يعني فد تقنيات تستعمل بالفورير ترانسفورم لتبسيط الحل اكثر، لتبسيط الحل اكثر. راح نشوف شلون هسه. هنا الخاصيه الاولى اللينياريتي او السوبر بوزيشن. لينياريتي هي يقول اذا كان عندي x1 و x2 اكثر من داله x1 x2 x3 بهالصيغه هاي، يعني a1 x1 of t زائد a2 x2 of t. طبعا ال a1 وال a2 ال a1 وال a2 هن ثوابت كونستانت، تكون رقم او اي ثابت. يقول التحويل مالتي شنو؟ التحويل مالتي راح احولهم كلهم سويه، يعني هذه راح يصير اي 1 اكس 1 كابيتال اوف اوميجا هذه زائدا اي 2 اكس 2 اوف الاوميجا. يعني من يجيني سيستم معين باكثر من اكثر من داله راح احولهم كلهم سويه، كل داله راح تتحول وحدها ما لها علاقه بالداله الثانيه، والجمع a1 x1 of omega زائد a2 x2 of omega زائد a3 الى اخره. الخاصية الثانية اللي هي التايم شيفتنج، الخاصية الثانية اللي هي التايم شيفتنج هاي اللي واضحة قدامنا. هاي الخاصية تقول اذا كان عندي الدالة بالتايم دومين x of t ناقصا t نوت، يعني جايني شيفت بالدالة بمقدار t نوت او مقدار اي رقم، يعني x of t ناقصا 10 x of t ناقصا 1 x of t ناقصا k او t نوت، تجيني داله بالتايم دومين بيها مقدار شيفتنج. فراح يكون التحويل شلون راح احول؟ راح احول الداله كما هي اخوان، x of t كما هي ما له علاقه بمقدار الشيفت. x of t ايش تتحول؟ قلنا تتحول الى x of omega. من اكمل التحويل مالتها واخلص اضرب الدالة x of omega الناتجة في exponential s minus j omega t نوت اللي هو مقدار الشيفت هذا، مقدار الشيفت هذا. يعني تجيني دالة x of t ناقصا 5 على سبيل المثال، راح الخمسة ما باوع عليها، راح اجي احول x of t. شنو هي ال x of t؟ راح تحويلها يصير x of omega باستخدام طريقة التكامل اللي عرفناها. من اكمل نهائيا، من اكمل الداله طلعت الداله بدلاله الاوميجا اكس اوف اوميجا، اخر خطوه اجي اضربها في اكسبوننشال اس ماينس جي اوميجا تي نوت، والتي نوت هنا اخوان هي مقدار الشيفت هذا، هي مقدار الشيفت. طيب
خاصية ثالثة اللي هي فريكونسي شيفتينج. فريكونسي شيفتينج، الفريكونسي شيفتينج شنو؟ تشبه التايم شيفتينج، يعني من يجيني اكس اوف تي داله بالتايم دومين مضروبه في اكسبوننشال اس جي اوميجا نوت تي. هالصوره هاي لما تجيني داله بالتايم دومين اكس اوف تي ومضروبه باكسبوننشال اس جي اوميجا تي نوت، ايش اسوي؟ اجي احول الاكس اوف تي الى اكس اوف اوميجا، اكملها الى النهايه، ما لي علاقه بالاكسبوننشال المضروبه ب اي اس جي اوميجا نوت تي، اخليها على صفحه. اكمل الاكس اوف تي كلها، اطلع من عندها الاكس اوف اوميجا، هذه اطلع الاكس اوف اوميجا، من تطلع المعادله النهائيه اكس اوف اوميجا اجي اكتب المعادله النهائيه الاكس اوف اوميجا كل اوميجا اقول ناقصا اوميجا نوت. الاوميجا نوت منين؟ اللي هي هاي، قد تكون هنا اوميجا نوت، قد تكون رقم، اي رقم اوكي، او اي متغير اخر. المعادله يعني ما اباوعلها هنا، اجي على الاكس اوف تي احولها الى اكس اوف اوميجا، والمعادله النهائيه كل اوميجا اقول اوميجا ناقصا اوميجا نوت. واضح اخوان ان شاء الله. الخاصيه الاخرى اللي هي خاصيه السكيلنج، خاصيه السكيلنج اللي هي اكس اوف، تجيني داله بالتايم دومين اكس اوف اي تي اخوان، هذا اي ثابت، رقم اي ثابت، اكس اوف اي تي تجيني هنا، الاي هنا شو تكون عندي؟ تكون عندي ثابت. فمن تجيني هنا الاكس اوف اي تي تجيني التي مضروب في رقم هنا، في 4 في 5 في 100 في اي رقم اخوان. شلون راح احول؟ راح احول ايضا تحويل طبيعي ما لي علاقه بالاي، راح اقول اكس اوف تي اخذها فقط، اكس اوف تي احولها واكملها تتحول الى اكس اوف اوميجا، هذه صارت عندي اكس اوف اوميجا هاي اذا نشوفها. من اكمل نهائيا حولت الداله بدلاله الاوميجا صارت اكس اوف اوميجا، هسه شنو اجي اسوي؟ هسه اجي اقول كل اوميجا اكتبها اوميجا على اي اخوان، كل اوميجا اكتبها بهالصوره هاي اوميجا على اي، الاي من هو؟ هذا الثابت اللي هنا موجود عندي، والداله كلها اللي هي الاكس اوف اوميجا على اي، كل هاي الداله اقسمها على واحد على الابسوليوت فاليو للاي، على قيمه الاي فقط. اوكي اخوان اقسمها على اي مطلق اي. الخاصيه اللي بعدها تايم ريفرسال، انه اذا اجتني الاكس اوف تي اجتني الداله بالتايم دومين بالتي ماينس، راح احول الداله تحويل طبيعي اكس اوف اوميجا، وبالنهايه كل اوميجا احط لها ماينس اوميجا. واضح ان شاء الله اخوان. اللي بعدها اف، خاصيه الدواليتي، خاصيه اللي يسموها الازدواجيه، هاي الخاصيه شويه تختلف عن هذه النيتشه وبها ايضا تبسيط للحل اخوان. هذه شنو؟ هذه الداله من احولها من التايم دومين الى الفريكونسي دومين، احنا اتفقنا بالتايم دومين نكتبها بالاكس سمول وبالفريكونسي دومين نكتبها بالاكس كابيتال. شوفوا هنا معكوسه الاليه، جايتني بالتايم دومين الاكس كابيتال اوف تي، وبالفريكونسي دومين شنو صايره الداله؟ اكس سمول اوف تي. هذه شنو معناها اخوان؟ هذه معناها انه الداله بالتايم دومين تجيني تشبه لي داله بالفريكونسي دومين. يعني شلون؟ يعني لما قبل بالمحاضره السابقه من حولنا الاشاره المربعه طلعت عندي 2 على اوميجا ساين اي اوميجا، هاي الداله داله بالفريكونسي دومين ناتجه من تحويل الداله المربعه اللي هي من عرضها من ماينس اي الى اي اللي شفناها بالمثال. اوكي فتجيني هاي الصيغه مال الداله بالتايم دومين، هاي الصيغه مال الداله تجيني بالتايم دومين، هاي يسموها الدواليتي. اوكي يقول هاي شلون تحويلها؟ هذه تحويلها نضرب في 2 باي 2 باي و اكس اوف ماينس اوميجا بالفريكونسي دومين اللي احنا نعرفها نتوقعها. هسه راح نشوف عليها مثال ان شاء الله، راح يصير تحويلها بهالصوره هذه اللي هي 2 باي اكس سمول اوف ماينس اوميجا. هسه راح ناخذ عليها مثال ان شاء الله. ديفرنشيشن، خاصيه الديفرنشيشن انه تجيني الداله بالتايم دومين مشتقه، عباره عن مشتقه، هذه تفاضل اكس داش اوف تي اوكي او دي باي دي تي اكس اوف تي، وين يعني
وين اكثر شيء هاي تجيني شلون تجيني كمعادلة تفاضلية، تجيني هي اصلا مشتقة من مكانها. فالتحويل مالتها شلون يكون اخوان؟ ما ادوخ بي اجيبها هاي الاكس اوف تي احولها الى من؟ احولها الى اكس اوف اوميجا، طريقة التكامل اللي ما فيها طبيعية. حولتها وكملت كمل كل شيء نهائيا، هسه اجي هاي الاكس اوف اوميجا اضربها في جي اوميجا، اضربها في جي اوميجا، راح تكون الداله المعادله التفاضليه او الداله اللي مشتقه بالتايم دومين تحولت الى داله يعني بالفريكوانسي دومين مضروبه في جي اوميجا. هذه خاصيه الدفرنشيشن، بها احتمالين انه يجيني اشتقاق بالتايم او يجيني اشتقاق بالفريكوانسي. شلون يعني؟ بالفريكوانسي ديفرنشيشن لما تجيني الاكس اوف تي اخوان الداله بالتايم دومين مضروبه في ماينس جي تي، مضروبه في ماينس جي تي، هاي شو اسوي لها؟ هاي شلون احولها؟ مكان ما احنا قلنا ذن الخواص ذن لتسهيل الحل مو حتى يعقد اللي يعني، لان هاي اذا دخلتها بالتكامل راح يصير لي شنو اخوان؟ راح يصير مضروب دالتين، راح يصير مضروب مو بس دالتين، راح يصير ثلاث دوال. شلون؟ يعني هاي الداله من تجيني ماينس جي تي زين في اكس اوف تي، هاي كلها من راح تدخل وين؟ راح تدخل بقانون الفوريير، راح تنضرب في اي اس ماينس جي اوميجا تي، يعني صار عندي مضروب ثلاث دوال. اوكي؟ مضروب ثلاث دوال راح يصير عندي العمليه صعبه بالتكامل، فهذا الموضوع قلنا لغرض تبسيط حل الفوريير ترانسفورم. هنا ايش راح نسوي بهاي الحاله؟ لما تجيني هيك شيء راح اقول الاكس اوف تي اخذها احولها الى اكس اوف اوميجا باستخدام القانون اللي انا اعرفه. واضح؟ راح احول الاكس اوف تي هذه الى اكس اوف اوميجا طبيعي. اوكي؟ شلون الداله المربع اللي حولناها باستخدام التكامل ماينس انفينيتي الى انفينيتي اكس اوف تي اس ماينس جي اوميجا تي جي تي. حولناها خلصنا من عندها، هسه مني صارت الداله بالاكس اوف اوميجا اجي اشتق الداله اخوان. دي باي دي اوميجا، اذا تلاحظون دي باي دي اوميجا، نعيد، اذا اجتني الداله بالدايم دومين مضروبه في ماينس جي تي، مضروبه في هاي الصيغه ماينس جي تي، شلون احولها الى باستخدام الفورير ترانسفورم؟ احولها اجيبها الاكس اوف تي كانه هاي ما اشوفها، كانه هاي ما اشوفها هسه، اجي للاكس اوف تي احولها الى اكس اوف اوميجا بطريقتنا الاعتياديه اللي اخذناها بديش المحاضره. من اكمل نهائيا صيغه الداله وترتبت اجي اشتقها لهاي، شوف احنا مخلين دي باي دي اوميجا اكس اوف اوميجا، ارجو ان تكون صارت واضحه ان شاء الله اخوان. هذا المثال اخوان اللي شرحناه بذيك المحاضره، هسه راح نشوف شلون بالخاصيه الدوالتي شلون راح يصير عندي. هذا انا اتذكر دالة المربعة هذه عرضها من ماينس اي الى اي ارتفاعها واحد اكس اوف تي، حولناها باستخدام الفوريير ترانسفورم صارت عندي الدالة 2 ساين اي اوميجا على اوميجا، 2 ساين اي اوميجا على اوميجا. هسه راح نجي نشوف بالخاصية مال الدوالتي اللي حكينا عليها شنو اللي يصير. هذه خاصية الدوالتي، هذا مثال على خاصية الدوالتي، يقول فاين فورير ترانسفورم للدالة اكس اوف تي، شوف اخوان اكس اوف تي ساين اي تي على باي تي، من اباوع هذه الصيغة اخوان اشوفها تشبه شنو؟ تشبه هذيك الصيغة، تشبه هذيك الصيغة اللي قبلها. هسه هاي هنا شوف هاي الصيغة من تحولت 2 ساين اي اوميجا على اوميجا، شوف لي هاي الصيغة ساين اي تي على باي تي، عيف لي الباي فهي ساين اي تي على تي، كلش تشبه هذيك الصيغه. فهذه شنو؟ هاي نطبق عليها خاصيه الدوالتي. شلون نحولها؟ قلنا نضرب في 2 باي، احنا هاي نتذكر انه هاي منين جايتني، نعرفها انه هاي من صيغه الداله اللي هي هذه ارتفاعها واحد واعرضها من ماينس اي الى اي، فراح ترجع لنا هاي، راح تصير هاي الداله بالفريكونسي دومين اخوان. اوكي؟ راح تصير هاي الداله بالفريكونسي دومين. اكو عندنا هنا فورير ترانسفورم لمجموعه من الدوال، فورير ترانسفورم اوف سم يوزفول سيجنالز، هذن المهمات كثيرات الاستخدام اللي هن وحده من عندهن الدلتا اوف تي، هذن يعني كل واحد يعني يتذكرهن حافظهن ما ينساهن، مو خلينا نقول مو حافظهن فاهمهن. الدلتا اوف تي تحويلها هو واحد يكون عندي اخوان، دلتا اوف تي تحويلها بالفورير ترانسفورم راح يكون عندي واحد، هاي بالتايم دومين. دلتا اوف تي ناقصا تي نوت، دلتا اوف تي ناقصا تي نوت، الدلتا هنا مشفته، شلون راح تتحول؟ راح تتحول
هي واحد مثل ما قلنا بخاصية التايم شيفتنج ومضروبة في اي اس ماينس جي اوميجا تي نوت. الواحد لما يجيني بالتايم دومين تحويله بالفريكوانسي دومين 2 باي دلتا اوف اوميجا الاكسبوننشال اي اس جي اوميجا نوت تي تحويله هو 2 باي دلتا اوف اوميجا ناقصا اوميجا نوت. الكوساين اوميجا نوت تي تحويله باي دلتا اوميجا ناقص اوميجا نوت زائدا باي دلتا اوميجا زائدا اوميجا نوت. الساين تحويله ماينس جي باي دلتا اوميجا ناقص اوميجا نوت زائدا جي باي دلتا اوميجا زائد اوميجا نوت. اخوان اذا نشوف الفرق بين الساين والكوساين، الفرق بين الساين والكوساين انه هنا اذا نشوف باي دلتا اوميجا ناقص اوميجا نوت زائدا باي دلتا اوميجا زائد اوميجا نوت، من اجي اشوف هنا باي دلتا اوميجا ناقص اوميجا نوت وباي دلتا اوميجا زائد اوميجا نوت. الفرق شنو؟ انه مضروبه هنا في ماينس جي وهنا مضروبه في جي. دير بالك اخوان الماينس جي وين؟ بالنا باليم السالب، والموجب جي هنا بالموجب. انتبه عليها، تقدر تلزم ورقه وقلم اخوان وتحول بيدك مهمات. ممكن يجيك سؤال فورير ترانسفورم للاي اس جي اوميجا نوت تي، شلون احولها؟ قانون الاعتيادي، تكامل من ماينس انفينيتي الى انفينيتي، الداله اللي منطيني اياها انت اي اس جي اوميجا نوت تي في اكسبوننشال ماينس جي اوميجا تي. اوكي راح تطلع عندي الداله بهالصوره هاي. رجاء اخوان خذوك هوم وورك، خذوك نشاط، ورقه وقلم الزم وطبق وشوف. ولا عندك مشكله ما قدرت توصل، تقدر تتواصل وياي انا موجود. الدالة اليو اوف تي اليونت ستيب فانكشن تحويلها هو باي دلتا اوف اوميجا زائدا واحد على جي اوميجا زائد واحد على جي اوميجا. دالة الاكسبوننشال اي اس ماينس اي تي يو اوف تي شنو تحويلها اخوان؟ بشرط انه الاي تكون اكبر من صفر، يعني اكسبوننشال اس ماينس اي تي مضروب في يو اوف تي تحويلها واحد على جي اوميجا زائدا اي. زين اي اس ماينس اي مطلق تي هاي هنا تي راح تاخذ احتمال المره موجب مره سالب، راح يطلع عندي 2 اي على اوميجا تربيع زائدا اي تربيع. ارجو ان تكون المحاضره واضحه اخوان، هذني اخذوهن كامثله كنشاط او كهوم وورك، قوي نفسك بهن اخوان، ما بهن شيء تطبيق مباشر للقانون. بس عندنا فقره بالنسبه للكوساين والساين هنا شلون احولهم اخوان. الكوساين والساين افتحها للمتطابقه مالتها. الكوساين من مثل ما اخذناه بالمحاضرات السابقه هو اي اس، هذا من اريد احوله. شلون احوله؟ اقول هو اي اس جي اوميجا نوت تي زائدا اي اس ماينس جي اوميجا نوت تي على 2، والساين ايضا بس على 2 جي وبها ماينس. من اريد احولها افتحها لهذه الصيغه يلا ادخلها بقانون الفورير ترانسفورم. واضحه عندكم هاي ان شاء الله اخوان، وحلينا عليها مثال بالمحاضرات اللي فاتت. ارجو ان تاخذون هذني تحولوهن حتى تتقوى على موضوع الفورير ترانسفورم. اخوان الفورير ترانسفورم ما بي اي شيء، موضوع جدا بسيط. قلنا الهدف من عنده يحول لي الاشارات من التايم دومين الى الفريكونسي دومين، ويا اشارات اخوان رجاء النون بيريودك سيجنال، الاشارات الغير دوريه. والحل مالته عباره عن قانون واحد فقط، اي اشاره اسمها اكس اوف تي او اف اوف تي اريد احولها من تايم الى فريكونسي راح اقول اخذ هاي الاشاره اكاملها من ماينس انفينيتي الى انفينيتي واضربها في اي اس ماينس جي اوميجا نوت تي وراح تنتهي المسألة، راح ينحل السؤال بهذه الطريقة جدا بسيط. شكرا جزيلا.